التربية الجنسية أولا خصها أنا بالنسبة لي أنا تدخل كمادة، يعني كمادة بالنسبة للمقررات ديالنا، البرامج ديالنا ديال التعليم، يعني خصها تكون مادة أساسية من بين المواد اللي كتقرا. يعني نربطوها يعني بهذا الجانب اكثر، والعامل يعني اللي غنردوا لهم خلاده كنردوا لهم الدور الاساسي من الاول، التربيه الجنسيه الام والاب، ما عمر ما خصهاش يبقى عندنا طابو. خليهم شي يخرجوا ولا يحضروهم يمشيو معاهم، هادشي راه خطر. الا بيهضر معاهم شي واحد ما يهضروش معاه، ما يمشيوش معاه. الوالدين خاصهم يفهموا ولادهم ويقولوا لهم. اذا الوالدين كيلعبوا دور معلوم. الوالدين عليهم كل شيء. دابا الدري كيطلقوه بحال شي تخرج بحال شي حلوف ما عارفين غادي. الوالدين على شكون غيقولها؟ الوالدين خصهم يربوا الدراري وفي المدرسه عاوتاني راه خصهم يردوا لهم البال. لا ما تيقراوش هذا الشيء، حنا خصنا نديهم ونجيبوهم، خصهم يقراو في هذا الشيء في المدرسه. كل شيء خصو يتربى، كي الصغار كي الكبار، بحال اللي عندها شي ولاد تكون مسؤوله عليهم. ودابا ولا كل شيء كي الولاد كي البنات، بحال حكم شي تتخاف عليه، حتى واحد ما غتسخى به. يربيو ولادهم ويردوا لهم البال، ما يبقاش العائلات غادي يعانوا تلقين ولادهم، فهمتي؟ يربيو ولادهم ويردوا لهم البال ويتبعوا ملي مشاو للمدرسه، ونقصوا شويه من الحديد ويرديوها في ولادهم. انت خصك توصل ليه المعلومات، فين راه عارفين امهات كيفاش غادي يوصلوا الفكره، ما بقيتش نقول اكثر من هكا. امهات عندهم حنا عندنا التربيه، حيت حنا اللي خصنا نربي ولادنا ونوصلوا لهم، نعرفوا كيفاش نوصلوا لهم. اي وحده راه عندها فكره كيفاش غادي توصل لولدها ديك الفكره، ما تكونش من صغرهم خصو يتعلموا، ماشي حتى يكبروا، الا كبروا ما عندها ما توصل ليه. والمدرسه حتى هي خصها كذا. الدري لا تعلم في الدار راه يتعلم حتى في المدرسه. نتمنى من جميع الفاعلين، يعني فاعلين جمعويين، اطر، اساتذه، مربيين، منشئين، رجال الدوله، جميع الجمعيات الحقوقيه، كل شيء، كل من جانبه، كل من يعني من المنصب ديالو فين هو في المجتمع، يكونوا لنا اطفال سليمين. نوفروا لهم التربيه ونعطيوهم الحمايه القانونيه النفسيه الاجتماعيه والثقافيه. العلم ثم العلم ثم العلم، وإذا كان العلم عرف غنربو أجيال صاعده وغتمشي بينا للقدام.